As we embrace this new chapter in BRICS, في مدينة بالسرية بالتراث والثقافة، حيث أننا نضم فصلا جديدا من البريكس كأسرة ممتدة تتمتع كذلك بثراء في القدرات والثقافة والتاريخ. تاريخنا كبلد كبلدان أعضاء بالبريكس هو تاريخ تضامن من الاحترام المتبادل والمنافع المتبادلة. البريكس هي تشكيل شمولي له القدرة على تغيير مسار الجنوب العالمي. للوفاء بهذا لابد وأن ندرك الإمكانات الكاملة لشراكتنا الاقتصادية لكي نكفل التنمية المستدامة للجميع وليس فقط للبعض. لابد وأن نتخذ خطوات جريئة نحو رخاء متبادل ومتشارك للجميع. كذلك جنوب أفريقيا ترغب في التطبيق السلس لسلاسل الإمداد والتجارة والسياحة، وكذلك تمويل بعيدا عن أو متحررا من النفوذ على البلدان بعينها وعلى متعدد الأطباق والأقطاب وبالعمل معا. البريكس لها دور رئيسي في معالجة التحديات الرئيسية للجنوب العالمية من خلال الشراكة، بأن يكون لدي نفس الفكرة نحو بناء أسواق اقتصادية لنا. نحن من خلال وزراء المالية في البنوك المركزية نعمل على استخدام العملات المحلية والتجارة الدولية وكذلك المعاملات المالية بين شركاء وبلدان البريكس منذ أيام قليلة. مجلس أو كيانات المالية أو كيانات الأعمال للبريكس اجتمعت في موسكو لكي تستكشف الفرص الملموسة للتجارة بين بلداننا وجنوب أفريقيا، فترى أن هذه المساعي التي تتحول إلى نتائج ملموسة هي مهمة للأولويات المركزية لبلداننا من أجل خلق مجتمع شمولي اقتصادي بين دول الجنوب. ويعني هذا من بين أمور أخرى أن يكون هناك أولوية لأن تكون السيدات هي رائدات أعمال، وأنك هذا يعني التعامل مع تحالف سيدات أعمال البريكس لفتح القيم الاقتصادية لدول البريكس نحو النمو الاقتصادي واستدامة أعمال السيدات المملوكة للسيدات. ومع السعي نحو حلول مستدامة لابد وأن نقر بالتحديات التي يفرضها تغير المناخ، وكذلك يجب أن نقر بالتأثير المدمر على الحياة وأسباب العيش نتيجة للمسار الحالي للمناخ. جنوب أفريقيا ستظل دائما نحو انتقال عادل نحو اقتصاد يعتمد على نسبة أقل من الكربون، وكذلك نعمل على خفض الانبعاثات مسترشدين بالأهداف المسؤولية المشتركة والمتباينة، وكذلك بالنظر إلى القدرات المتباينة. وكذلك فإن اقتصاداتنا لا تزال متضررة تضررا كبيرا بتغير المناخ، إلا أنها أسهمت في حل أنها تسهم في حل أزمة المناخ التي يواجهها العالم. وكذلك فإن الدول الصناعية تمتلك الالتزام نحو المناخ، ولابد وأن تكفل أن يكون هناك تحول عادل. ومن الضرورية أن التصرفات المناخية لا تعمل على تعميق عدم المساواة وتؤثر على تطلعات البلدان في الجنوب العالمي لتحقيق أهداف استراتيجية البريكس للشراكة الاقتصادية.
الاقتصادية 2025 يجب أن نعمل على استكشاف مسارات لفتح الفرص والتعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بلدان البريكس. ويجب أن نعمل على تكثيف التعاون بين بلدان البريكس من خلال إطلاق برامج مشتركة في مجالات الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل التكنولوجي. كذلك فإننا ندعو إلى معايرة قواعد التجارة لتمكين الصناعة. منظمة التجارة العالمية لابد وأن يتم إصلاحها. ونعم كذلك يجب أن نعمل على تعزيز مبادرة الأوقاف أو الاستحقاقات الخاصة بدول البريكس من خلال مصادر المعادن التي تنتج. هذا مصدر للتنمية والتقدم لأهداف نزع الكربون. الدور الفريد الذي تلعبه البنك التنمية الجديد كبنك متعدد الجنسيات هو دور محوري لتطلعات التنمية لتجمعنا وكذلك للاقتصادات الناشئة على نطاق أوسع. نحن نثني الجهود المبذولة والتقدم الذي تحقق من خلال بنك التنمية الدولي تحت القيادة الممتازة لشقيقتنا العزيزة ديلما روسيف. هي من أحد أفضل الأمثلة لقيمة تجمع البريكس لأنه يدعم أهداف وتنمية بلدان الجنوب العالمي. وهذا مصدر قوة عظيمة. وكذلك فإننا نعمل على تعزيز تنمية هذه البلدان. فكذلك نحن بحاجة إلى التركيز على السلم والأمن في العالم والصراعات التي تواصل احتدامها في العالم هي تقلقنا قلقا بالغا. واستمرار الصراع في غزة والشرق الأوسط الذي أسفر عن وفيات العديد من الفلسطينيات هو أمر بالغ القلق. ولا بد وأن نواصل على التأكيد والإصرار على وقف إطلاق النار مع تنفيذ فوري وكذلك اعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. فقد حققنا تقدما في عدد من المجالات وهذا المستوى من التقدم الذي أحرزنا لابد وأن يشجعنا ويلهمنا على بذل المزيد. ويجب كذلك أن يجعل من البريكس أن تصبح أكثر فاعلية من أجل السلام في الجنوب العالمي والتقدم في الجنوب العالمي على كل المستويات الاقتصادي وغيرها. شكرا.